مع الاورجواي، وان كان طبعا ما يرضيش طموحات، مقبول جدا ممكن تخسر روسيا. روسيا البلد منظمه، والنهارده ما شاء الله في المجموعه تخطت اسبانيا، تخطت اسبانيا وادت اداء جيد جدا جدا، يعني وبالاضافه ان هي الدوله المضيفه، وممكن تكون هناك مساعدات عشان الجماهير تتواجد في المدرجات. لكن حضرتك شايف الدروب الحقيقي كان في المباراه الثالثه، الدروب اللي الناس مش قابلاه ولا هتقبله، اللي هي كانت مباراه السعوديه. يعني دي غير مبرر، لان انت عارف ده درب عربي، ولازم نحيي المنتخب السعودي. المنتخب السعودي ادى مباراه جيده جدا 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 امامنا، واستحق في الاخر الفوز. فهو ده اللي يمكن يعني اشعلت الاجواء شويه في ان حتى شكلنا اقل من المعروف فنيا عن فريقنا. يعني انت لو بصيت للمنتخب التونسي هتلاقي المنتخب التونسي ماشي بنفس النهج بتاعنا وبنفس السلمه، لكن اللي هدى الظروف شويه ان هو حقق فوز على بنما. تمام. المنتخب المغربي يمكن افضلهم في التدرج، لان خسر من ايران بهدف عكسي من المنتخب المغربي، ثم المباراه الثانيه قدم مباراه جيده جدا رغم ان هو خسر، ثم نهى مع المنتخب البرتغال، وبعدين مع اسبانيا قدم افضل قوتين، قابل قوتين بطل اوروبا وبطل العالم سابقا المنتخب الاسباني، يعني والاثنين قدم معاهم بشكل كويس جدا. ومع ذلك تدرج صعودا من اول مباراه لثالث مباراه. نشوف المنتخب المغربي، يعني احنا مشكلتنا خلي بالك احنا مقدمين على بطوله افريقيا، والفرق تطورت بشكل كبير جدا. السنغال شوف هول، المغرب ما شاء الله في البطوله الافريقيه اللي جايه، انت من الصعب عشان تنافس البطوله الافريقيه اللي جايه، خلي بالك الفرق تطورت. نيجيريا ما شاء الله، شوف حتى كان خط متذبذب لكن واقف على حيلها بشكل كبير جدا. فانت عشان تخش للبطوله الافريقيه اللي جايه محتاج مجهود، عشان تنافس تاخد البطوله محتاج مجهود اكبر، عشان تصل ان الامور كل يوم بتبقى اصعب. لا لا أصعب. كل عام بتبقى اصعب. انت المنتخب المغربي النهارده لو تحسب هتلاقي فيه ال 22 لاعب اللي كان بيلعبهم، ال 11 لاعب اللي كانوا بيلعبهم، او ال 22 او 23 موجودين كلهم في انديه محترفه خارج المغرب. اللهم الا قليل من داخل المغرب. انت محتاج تطور ده. انت في 90 كان عندك 2 لعيبه، النهارده بقى عندك 13 لعيب او 10 لعيبه يمكن هم اللي بيلعبوا بشكل كويس، وهم يمكن الشكل الاساسي او الهيكل الاساسي. انت محتاج على الاقل تصل 50 مره افتح خش في 50 واحد لعيب محترف على الاقل. انت لما تيجي تختار قائمه المنتخب من ال 50 المحترفين وفي انديه بيلعبوا وفي انديه قويه جدا، بيوفر لك عناصر اكثر، تختار اجود لعيبه فيهم او احسن لعيبه فيهم يجوا يحترفوا، وتخلي اللاعبين دول نفسهم عندهم منافسه عشان يوصلوا لتمثيل منتخب مصر ومستواهم بيعلى. السبب الرئيسي اللي ذكره مستر كوبر قال لك اللعيبه ديت او يعني ناقصين خبرات. لو اللعيبه دي اللي عمل الفارق في لعيبه السنغال والمغرب، اللعيبه دي بتحتك بيهم. محمد صلاح الوحيد اللي حسيت بثباته داخل مع المنتخب، ليه؟ بيلعب مع الليفل العالي ده، الريتم العالي ده، انت محتاج لعيبه تكتسب خبرات الريتم العالي الكبير ده. عموما احنا الموضوع ده لو اتكلمنا عنه هنحتاج ساعات، ويحتاج طبعا عدد كمان من الضيوف نسمع وجهات نظرهم مع الكابتن طارق. لكن خلينا نرجع لفكره الكابتن طارق العشري قبل ما نتوقف مع الفاصل، انه مدير فني اعلن بشكل على الراي العام وبشكل صريح جدا انه اهلاوي. دي ما كانتش بتسبب حرج في اي مباراه في اي لقاءات مع اي فريق، فكره انك متولي مهمه المدير الفني لفريق تاني هينافس الاهلي في بطوله محليه او عربيه، يعني كنت بتتعامل مع ده ازاي؟ انا كنت بسال سؤال مباشر، وانا ما بحبش الف وادور. انا كنت بقول لهم انا اتحاداوي اهلاوي، يعني طبعا هم دول الفريقين اللي بشجعهم. طبعا طبعا يعني طب في يمكن ناس بتحتفظ بانتماءاتها، لكن انا ما كنتش يعني بخبي، يعني ما بحبش اخبي اصلا الامور يعني معلنه، يعني وما فيهاش مشكله وما بتسببلكش حساسيه في اي مباراه فيها، يعني لانك لو اديت مباراه قدام الاهلي بتاديها بجديه شديده جدا كمدير فني. انا واخد بطولتين من النادي الاهلي.